بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. حظينا باستقبال من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد، وشكرناه على هذه الحفاوة في الاستقبال وتخصيص وقت للوفد الجزائري الذي يقوم بزيارة ثنائية في إطار بين المجلس الشعبي الوطني الجزائري ومجلس النواب التونسي. كما بلغنا تحيات أخيه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الذي يكن له كل الاحترام والتقدير، وكذلك قدمنا تحياتنا وتهانينا للشعب التونسي بمناسبة عيد الجمهورية المصادف ل 25 جويلية. كذلك ثمنا وكانت عندنا مناقشات فيما يخص القضايا المشتركة التي تهم بلدينا، وفيه تناغم وتنسيق ومواقف متطابقة في القضايا الإقليمية وكذا حتى القضايا الدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية الذي ثمنا عاليا الموقف التونسي ومن هذه القضية ليتطابق كل مع الموقف الجزائري والدفاع المستميت على حقوق الشعب الفلسطيني والسعي إلى إقامة دولته وعاصمته القدس الشريف. كما تطرقنا إلى القضايا الاقتصادية وتكلمنا أن المبادلات التجارية المنجزة إلى حد الساعة لا ترقى للمستوى المتميز الموجود المتميز للعلاقات السياسية، وفيه جهد لابد أن يبذل لتوسيع وتنويع المبادلات التجارية والسير إلى إيجاد استثمارات في كلا البلدين تكون أكبر خاصة في المناطق الحدودية. كل هذا سيدعم وسيعزز العلاقات التاريخية الموجودة بين بلدينا، لأن لا ننكر الجميل أن تونس كانت القاعدة الخلفية للثورة التحريرية وكانت السند القوي لانتصار الشعب الجزائري على المستعمر الغاشم. الأمس كنا في معركة التحرية واليوم احنا في معركة التنمية، وكذلك لرفع من شأن اقتصادنا باش يبقى القرار قرار سيادي وقرار ليخدم المصالح الدولتين. كذلك ان وصلنا الى قناعة ان امن واستقرار تونس من امن واستقرار الجزائر، ولهذا فيه جهد لابد يبذل، وفيه لابد باش ندل العقبات خاصة العقبات الإدارية للوصول إلى المبتغى والوصول إلى رفع من مستوى العلاقات الاقتصادية العلاقات التجارية، وكذلك تنويع العلاقات خاصة العلاقات الأكاديمية العلاقات الثقافية. وإحنا في هذه الزيارة جئنا كذلك لتعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين، و فيه إرادة قوية على مستوى القيادتين ومستوى المسؤولين للسعي إلى رفع وإعطاء المستوى المرموق لهذه العلاقات المتميزة والعلاقات الاستراتيجية. نتمنى كل الخير، ونحن على أبواب استحقاقات رئاسية في شهر سبتمبر ستكون في الجزائر وشهر أكتوبر تكون في تونس إن شاء الله. نتمنى كل الخير، نتمنى تكون هذه الاستحقاقات دفع جديد لتعزيز والسعي وازدهار وتقدم كلا البلدين في ورفع من شأن التعاون والتنسيق بين الدولتين الشقيقتين لتربطنا بعضنا بعض روابط أخوة روابط صداقة روابط تاريخية ومصير مشترك. والسلام عليكم.